خلنا رسالة الزديق هذه المدخل بتاع المنطقة سميناها قاعة الزديق الباب بتاع المدخل تدخل الزديق عطول دون ما تدخل من الباب الضرب ياكل يمكنك من الباب الضرب تدخل كل اللي بدك يكرتشوا فيه كاين الكورة من واحد لواحد الضرب والزديق القاعة هذيك الهول هذاك الباهو سميناه قاعة الزديق معناها كل مرة يخطف واحد خطفوا عم صدق قديس الله يرحمه عنده وسام الجمهورية ولا هو وسام الاستقلال قالوا انت بتاع وسام نحاولوا من هنا حطوا بالقاع فص عليه برجليه انت وسام ما تحترمه الاخر الوسام عبسوا نحاولوا من بلاصتو وعبسوا برجليه معناها كل حد كيفاش يعملوا له لوجوا عليا اني هو دوم ما دخلنا لوجوا على المصور وين المصور داهم بالمصور واحد يقول لي صورتني وانا في البلاصه الفلانيه ولا دخلت بعضي بالضرب وجهي كان قدامي ولا على جنب بالضرب فهمني سي زهير اللي تو يضربوا فيكم هما امن ولا جيش؟ لا امن 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 مبدئيا امن الجيش ريقه يحمي من برا ما يطوش دخل المنطقه فهمني ضرب لا راك الله مكروه ربي يعفو الرحمه ما فماش يا باليدين يا بالبوني يا بالمشرف ومن بعد طلبوني في الافلام قلت لهم الافلام مش عندي الافلام قعدوا في الاتحاد الجوي هزوني بلا خليتي ورجعوني بحومه الحومه هزوني بالمشرف ولا اعوذ بالله اللي هزني يسرقق فيا كل زوج متر يشوطني وسبحان ربي الله يرحمه فعلوا مشا يعمل في ستاج على موتوريزي ما في فرنسا بحادث كل حد ربي اللي عمل معنا ربي اعطاه وكفاه على قد حركة نتاعو بعدها تقريبا بعد توفى ونعرف اسمه ما نذكرش الاسماء فهمني الله يرحمه ونعم بفعل هزني يا سيدي دخل بيا قال لي الافلام قلت له الافلام مش عندي انا ودي عند سي الحبيب بن عاشور ما نعرفش شكون عطاهم كاتب العام تحت الشغل هو اللي خذا من عندي الافلام جاد وضرب يهزوا فيا تحكموا عليا تركيمة القضاء بنجومهم بشعاراتهم راهم مارق عمري ما شفتك الهم هذاك ما قلت له صحيح انا مانيش نكذب راني دايخ راني مش نموت ما نعرفش قلت له ما نعرفش شكون خذاهم من عندي الضوء مقصوص وخذاهم من عندي الفيلمات ما نعرفش الاكثريه معناها كاتب العام خذا من عندي الفيلمات قال له هز الكلب حملوه هزوني منه ومنه وجاو معنا احنا في البريمانيتاج فما من لوطه دو ستاتيو فرحات حشاد محمد علي الحامي قال له طيش الكلب غادي كان مات خرجوا لبرا تو نجيب له في الجمهوريه قال شنو لقيناه ميت